زي القصر ده هذا الكلب يوم مرتضى مرتضى وقع عدل زين مرة يا ابن عدل مرتضى اي في وقع عدل وقع عدل لا ما بحب طالع عدل مو ترضى طالع طالع مو ترضى يا حاجة وإذا أنا إذا يعني أنا بين منشور نزل على العتبة شغلة العرق اللي طببتوه بالسيطرة هم كذب أنا من أنزل أخبار عليكم هم كذب طببت المشروب بسيارات العتبة هم كذب ليش خلون الواحد يطلع من دينا ويحكي أنا بحياتي ما صاير بهاي الطريقة أحكي ليش خلون الواحد يطلع إنه من دينا ويطلع سوالفكم خيساتكم كلها الشاب اللي كتلتوه بطلقاته برصاص حي وشمرتوه هم كذب هاي السوالف كلها دعتش عليها كذب خلي يطلع واحد يسمي سؤال أنا بوجود هنا يم يم يمهم هاي العتبة هاي هم كلهم يسمعوني خلي يطلع واحد يقول لي هذا الحكي كذب شنو هالكذب هذا يا يوم أنا نزلت خبر عليكم كذب موضوع الأراضي موضوع المشروب اللي طببتوه بالعتبات لو هذا الولد الشاب اللي كتلتوه غزوان الله يرحمه وغيره وغيره سوالفكم كلها نعرف خليجينا يجيب لنا قرار من الحكومة يجيب لنا قرار من الحكومة احنا نمشي بيه قسما على روسنا يلا احتوا 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 جيبوا لنا قرار من الحكومة واحنا شي قرار بدون حكومة ما شي والله العظيم ما طابق براسي يلا قطعوا علينا الماي ليش قطعتوا الكهرباء والماي ليش قطعونا علينا ليش احنا ناس مسالمين ما عندنا شي وقاعدين مو بحلال الدولة ولا بحلال الدولة قاعدين بحلال العالم ما بايعين الرجال ما بايع ليش زينونا بالقوة ليش ما حد ما حد يجرباي والله العظيم وبوري والله وبوري ما حد يتجاوز على الماي والله العظيم ما طب ما لا طب ما طب قلت لك ما طب طب جو اخي الله يخليك لا لا اخوي لا حس ما راجع ذاك القسم وذيك العتبه روح لها لا لا ما قايعتي والله ما قلت لك انا هاتيك لا وانت سمي ما يدنا والله العظيم الطابوقه والله العظيم الطابوقه خلي يقطعها منك وانفتح ايه ما بيهم خير والله ما بيكم خير والله ما بيكم خير حلال هذا مو وظيفه حلال تدرون مو وظيفه حلال هذا والله العظيم مو وظيفه حلال ولا تمشون بها حلال ولا تاكلون عيشتكم حلال ما دومكم تغصبون المسلم اللي ما قاعد شيء ما مسوي شيء
ما مسوين شيء، معتدين عليكم؟ قاعدين بحلالكم؟ حلال دولة؟ قلوا لي يا هل قاعدين بحلال دولة احنا؟ ليش انت قاعد تصدق قطعة الكهرباء؟ مالكم؟ مو مالة الدولة هي الكهرباء، مالة الواحد، مو مالة العتبة هي. شو صرتوا افتراس وافتروا على العالم؟ أراجع العتبة، أراجع العتبة، العتبة هاي أم التوقيع؟ التوقع على القيادة؟ ها؟ أنت رح الفساد؟ لا تفتحون على شوف الله، والله العظيم ما تنسد. ما قبل الحسين هتشي. هذا بيت ماي. لا لا منفذ منفذ علينا، قطع علينا الماي. قطع علينا الماي ليش؟ لا وين هي اللي قطعت عنا الماء؟ مو كل الكسحة الدار مدارس. لا يا اللي قطعت عنا الماء، خلنا نشوف يا اللي قطعت الكهرباء. مو كل لا يا اللي قطعت الكهرباء من هذول اللي بلغتهم من اللي قطعت الكهرباء. صحيح ابو المجاري. هذا السباك وينه؟ خلي يجي السباك حتى نطابق براسه. خلي يجي. طلعوا طلعوا. كل ما طابوقه والله العظيم ما خليكم تطلعون، ما خليكم تقطعون الماء، ما تقطعون الماء، روحوا قطعوا عن الماء على العالم. احنا مو ناس نصه، مو نصه، احنا قويين بالله. منفذ حلال، خليك كنا قمتك حلال. الشيخ هسه كان صار غير قمتك حلال. ابويا روح اللي هنا. الشيخ شنو الشيخ؟ الشيخ ما لا انا اقول لك احنا ناس مو قد المقام، ما قابلنا الشيخ، احنا ناس مو قد المقام. ما توجه لي انا مو قد المقام، مو مقامهم، مو مثل مقامهم. الاسف خلي يدورون عليهم ويدورون وياهم، يلقون مثلهم طبقتهم وتحاشيهم. السلام عليكم، شلونك حجيه؟ يا عمي شلونك يوم؟ الحمد لله. شفتش تحكي ويا الولد، تقولي امر خدمه حاضرين. شو تامر؟ شو الخدمه؟ شو تطيني؟ شو احنا نوصل صوت؟ شو تعوضنا؟ الحكومه تعوضك غير؟ حكومتنا ساقطه وكل شيء ما تفي. ليش؟ ساقطه على البطاله، على هاي الناس التعبانه. هاي بعد حكومتنا ساقطه. ساقطه. هيك واصله مرحله من اليأس. بشكل نهائي. وكل من المسؤول يجيب بس قرايبه وحبايبه. هاي خاليها بالعباس ترعتنا 9 سنوات ترعتنا على ابسط شيء. المرجعيه خرب لشتهم ولشت اللي خلاهم. اساس المفسدين. اي مفسدين، حتى هذول اهل العمايم الفازين افسد منهم ماكو. هذا احمد الصافي افسد منه ماكو، خلي له وحده تلعب. ما نريد نتجاوز على شخوص باسماء. ولهم المرجعيه من تابيهم وشعبهم. كلهم فاسدين وساقطين. احنا ما نريد نتجاوز طبعا على البعض، لابد انه اكو ناس خير. كلهم كلهم. خلي له وحده. عبر عن رايك. طلعت من السكك والحديد، خليها مسؤوله على العتبه تلعب بكيفها. 9 سنوات تشتغل، قلت له ما عندي. ابن ابونا معوق نايم بالحوش مريض، اريد اشتري دواء ما عندي. دواء اريد اشتري ما عندي. دواء تحتاجين علاج؟ اي علاج. خلي احمد الصافي هاي الساقطه بالحضر. انا اشكرك جزيل الشكر. تلعب بكيف هذول المرجعيه؟ نعم شكرا لك حجيه.